يوافق مبدئيا على تعديل قانون الشركات. ثلاثة تحالفات دولية تتنافس لتنفيذ الخط الخامس للمترو. البنك المركزي يؤكد توجيه الدفعة الجديدة من قرض الصندوق للموازنة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الساعة الاقتصادية من أون لايف، وفي تفاصيلها عقد القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالحكومة. ويأتي هذا الاجتماع بعد موافقة البرلمان النهائية على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي إطار مناقشة عدد آخر من القوانين المقترحة من الحكومة قبل إحالتها لمجلس النواب. وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 81. وتضمنت التعديلات تعديل مسمى القانون من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية الصادر بالقانون كما ذكرنا رقم 159 لسنة 81، تعديله إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 81، وذلك بهدف شمول المسمى لشركات الشخص الواحد، وأن يتضمن سريان أحكام القانون على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد التي تم ضمها للقانون. صرح مصدر مسؤول بالبنك المركزي بأن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة ملياري دولار ستوجه إلى دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة في سد الفجوة التمويلية. ولفت المصدر إلى أنه من المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الجديدة من النصف الثاني من هذا الأسبوع، وذلك نظرا للعطلات الرسمية في مصر وأمريكا بسبب أعياد الميلاد. وأشار المصدر أيضا إلى انتهاء الإجراءات الروتينية لاستلامها منذ الجمعة الماضية. يشار إلى أن البنك المركزي سدد خلال شهر ديسمبر الجاري 1,200,000,000 دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد على دفعتين، ومن المتوقع سداد قسط نادي باريس بواقع 700,000,000 دولار مطلع يناير المقبل. أغلقت مؤشرات البورصة على تراجع بنحو شبه جماعي لمؤشراتها بنهاية تعاملات جلسة بداية الأسبوع، فارتفع وحيدا مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة 83%، بينما تراجع مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 89%، كما انخفض مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 38%. مينا بشرى معنا من مقر البورصة المصرية ليطلعنا. طبعا أهلا بك مينا، أولا تفاصيل هذا الهبوط شبه الجماعية، الثلاثيني فقط هو في المنطقة الخضراء، تفضل. نعم، مساء الخير ولاء. مؤشرات البورصة المصرية منذ مستهل التعاملات وحتى الإغلاق التراجع شبه الجماعي يسيطر على أدائها. ربما رأينا بعد مرور قرابة نصف ساعة المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 تحول إلى المنطقة الحمراء، ولكنه لم يستمر كثيرا وعاد مرة أخرى إلى الصعود، وارتفعت وتيرة الصعود من جانب المؤشر الرئيسي خلال النصف الثاني من التعاملات في مقابل استقرار المؤشر السبعيني ومعه
الأوسع نطاقا داخل المنطقة الحمراء منذ مستهل التعاملات وحتى الإغلاق، إلى جانب أيضا ندرة السيولة. جلسة اليوم شهدت تراجعا كبيرا في مستوى السيولة منذ اللحظات الأولى لبداية التعامل وحتى الإغلاق. البداية مع أداء المؤشرات ومع المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 الذي اتجه نحو المنطقة الخضراء بنسبة صعود وصلت إلى 83% صعودا ومسجلا 14790 نقطة عند نهاية التعاملات، وبدعم من الاتجاه الشرائي من قبل المستثمرين المصريين والأجانب. أما بالنسبة للمؤشر الثاني وهو المؤشر السبعيني فقد اتجه الى المنطقة الحمراء على مدار تعاملات اليوم بفعل استمرار الضغوط البيعية وعمليات جني الارباح من قبل صغار المتعاملين، ليتراجع المؤشر بمقدار 89% ومسجلا 818 نقطة. المؤشر الاوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 تراجع ايضا على مدار جلسة اليوم ليسجل تراجعا نسبته 38% وليصل المؤشر الى مستوى 1936 نقطة عند اغلاق تعاملات اليوم. ومن أداء المؤشرات إلى فئات وجنسيات المتعاملين، فالبداية مع المتعاملين المصريين نسبة الاستحواذ لديهم اليوم وصلت إلى 87.42%، وبصافي شراء تجاوز 4 ملايين جنيها. بالمثل أيضا اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بنسبة استحواذ وصلت إلى 4.16%، وبصافي شراء تجاوز 5 ملايين جنيها. في مقابل ذلك اتجهت تعاملات العرب نحو البيع بنسبة استحواذ وصلت إلى 8.42%، وبصافي بيع تجاوز 9 ملايين جنيها. أما إذا تحدثنا بعد ذلك عن نسب استحواذ المؤسسات والأفراد، فتعاملات المؤسسات اتجهت نحو الشراء اليوم بنسبة استحواذ وصلت إلى 17.72%، في مقابل اتجاه الأفراد نحو البيع بنسبة استحواذ وصلت إلى 82.27% من إجمالي التعاملات اليوم. أما بعد ذلك إذا تحدثنا عن الأسهم اليوم صعودا وهبوطا، فقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا ففي المرتبة الأولى جاء السهم الحديثة للمواد العازلة بنسبة صعود وصلت إلى 9.72%، وفي المرتبة الثانية جاء سهم الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة صعود وصلت إلى 9.61%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة صعود وصلت إلى 7.48%، وفي المرتبة الرابعة جاء سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 7.46% صعودا، وفي المرتبة الخامسة جاء سهم الألومنيوم العربية بنسبة صعود وصلت إلى 5.64%. أما بعد ذلك بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا اليوم، ففي المرتبة الأولى جاء سهم أورنج مصر للاتصالات بنسبة 9.79% تراجعا، وفي المرتبة الثانية جاء سهم جلاكسو سميث كلاين بنسبة 4.17% تراجعا. بنك قطر الوطني الأهلي في المرتبة الثالثة بنسبة 4.12% تراجعا. جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 3.81% تراجعا، وفي المرتبة الخامسة جاء سهم الدلتا للسكر بمقدار 3.9% تراجعا. أما بالنسبة لأداء القطاعات اليوم وتحديدا إذا تحدثنا عن أنشط القطاعات بختام التعاملات، ففي المرتبة الأولى جاء قطاع العقارات بقيم تداول وصلت إلى 69 مليون جنيها، وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بقيم تداول تجاوزت 60 مليون جنيها، تلاه بعد ذلك قطاع البنوك بقيم تداول تجاوزت 44 مليون جنيها، وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع الاتصالات بقيم تداول تجاوزت 32 مليون جنيها، تلاه بعد ذلك قطاع المنتجات المنزلية وشخصية بقيم تداول تجاوزت 20 مليون جنيها، وفي المرتبة السادسة جاء قطاع الموارد أساسية بقيم تداول لهذا القطاع تجاوزت 19 مليون جنيها،
وفي المرتبة السابعة جاء قطاع رعاية صحية وأدوية بقيم تداول تجاوزت 17 مليون جنيها. أيضا إلى جانب هذا التراجع شبه الجمعية اليوم سيطر التراجع الكبير في مستوى السيولة. ربما رأينا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وتحديدا خلال النصف الثاني من التعاملات أن مستوى السيولة كان متراجعا دون مستوى المليار جنيه، ولكن جلسة اليوم هي أكثر الجلسات من حيث التراجع في مستوى السيولة التي وصلت بختام التعاملات إلى مستوى 424 مليونا و717 ألف جنيها، وذلك من خلال التداول على 117 مليونا و598 ألف سهما، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها على مدار جلسة اليوم بما يزيد عن 16 ألف عملية. هذا التراجع في مستوى السيولة كان بفعل محدودية عمليات البيع والشراء اليوم، فنسبة إجمالي العمليات هي أقل بكثير من الجلسات الماضية، فبالتالي تراجع مستوى عمليات البيع والشراء انعكس أو أدى إلى هذا التراجع الكبير في مستوى السيولة. أخيرا إذا تحدثنا عن رأس مال البورصة السوقية، فالأسهم اليوم منيت بخسائر قدرها مليار و658 مليون جنيها، ليصل إجمالي رأس مال البورصة السوقية بختام أولى تعاملات هذا الأسبوع إلى مستوى 813 مليارا و811 مليون جنيها. نعم مينا بشرى، أنا بشكرك على كل هذه التفاصيل من مقر البورصة المصرية. مينا بشرى مراسلنا من مقرها هناك، شكرا لك. وإلى أسواق المال العربية، والتي تراجعت جميع مؤشراتها في أولى جلسات الأسبوع باستثناء مؤشر البحرين العام. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر بروتوكول تعاون مع جمعية مصر الخير لتطوير قرية الشيخ زين الدين في طهطا بقيمة 17 مليون و600 ألف جنيه. وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بروتوكول تعاون مع الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء جمعية مصر الخير لتطوير قرية الشيخ زين الدين بطهطة بمحافظة سوهاج بقيمة 17.6 مليون جنيه بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج. في الحقيقة أنه ده هو البروتوكول، وهو ليس أول بروتوكول، لا في سوهاج قبل كده عملنا التجميل مع الجامعة، وهو مركز فريد لأنه يختص بتجميل الوجه والتشوهات، ومستمرين في هذا العطاء إن شاء الله. النهاردة بنوقع جزء تاني وهو في قرية بعينها، هذه قرية في مركز طهطا اسمها قرية زين الدين. القرية دي فيها سكانها تقريبا 7765 نسمة. القرية دي كانت من القرى اللي عندها مشاكل في المياه، لأن كانت بتاخد من المياه الجوفية. الحمد لله احنا انتهينا من محطة عملاقة اسمها محطة شطورة، وبالفعل تم تغذية هذه القرية، فهي الحمد لله الآن عندهم مية كلها معالجة وكويسة جدا. يأتي هذا البروتوكول في إطار استكمال الجهود التنموية التي تقوم بها الوزارة من أجل تطوير القرى الأكثر احتياجا، وأيضا إقامة المشروعات التنموية وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذها بما يعود بالنفع على المجتمع. احنا حريصين جدا في اختيار الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني اللي بالفعل تقييم المواطن ليها أكثر من ممتاز، لأن احنا يعني في الآخر هدفنا الرئيسي ان احنا نحسن معيشة المواطن المصري. التنمية المستدامة لن تتحقق الا من خلال تكاتف جميع الشركاء المعنيين على الصعيدين المحلي والدولي لعمل انشطة انمائية مختلفة للفئات المجتمعية الاكثر احتياجا كقرية الشيخ زين الدين التي ستنعم بمنازل ادمية وشبكة مياه جيدة وصرف صحي ومدارس جديدة. لمياء حمدين، اون لايف. قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل إن معدلات التشغيل بمدينة الجلود الجديدة بالروبيكي تسير وفق الخطة التي وضعتها الوزارة. وأضاف قبيل خلال الجولة التفقدية التي قام بها لموقع مدينة الجلود أن إنشاء هذه المدينة الجديدة لم يكن يستهدف نقل الصناع من منطقة سوري مجرى العيون إلى الموقع الجديد فقط، لكنه استهدف في المقام الأول تطوير صناعة الجلود ومراعاة النواحي البيئية والاقتصادية
لتصبح هذه المنطقة مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة على طراز عالمي. وأوضح الوزير أن إجمالي المصانع العاملة حاليا بالمدينة بلغ نحو 24 مصنعا بعد تشغيل المصانع الأربعة الجديدة. للمزيد عبر الهاتف المهندس ياسر مغربي، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات القومية. أهلا بك مهندس ياسر. إذا لو تطلعنا على يعني أين نقف نحن الآن في مدينة الروبيكي بعد تفقد الوزير، طبعا ما الذي تم افتتاحه من مدابغ مصانع أو مرافق حتى؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. هو الحقيقة النهاردة زيادة سيادة الوزير كان بيطمئن على الجدول الزمني الموضوع، بحيث ان احنا ننتهي من المرحلة الاولى تماما في نهاية شهر فبراير كما حدد مجلس الوزراء بذلك ان شاء الله. الموقف هناك ان احنا نقلنا اكثر من 85% من مصانع كبرى العيون الى الروبيكي، وهي بتعمل النهاردة بشكل جيد جدا، واغلب الناس بدأت تصدر من الروبيكي مباشرة على الموانئ. المرحلة اللي جاية إن شاء الله هنستكمل باقي ال 15% اللي ناقصين، كده يبقى احنا نجحنا بنسبة 100% من نقل جميع مدابغ الجلود الموجودة في مجرى العيون إلى المرحلة الأولى المخطط لها بإذن الله. وإحنا برضو في نفس السياق شغالين في ترفيق المنطقة الثانية، وهتخلص على مارس اللي جاي إن شاء الله علشان استيعاب التطور المطلوب من المصنعين والصناعات التكميليه باذن الله. عظيم. هنا هذه النقطه، المنطقه الثانيه اللي هي بتقدر ب 135 الف متر مربع تقريبا سيتم ترفيقها، يعني على ما نعلم هنا تطوير صناعه الجلود كما ذكرت مهندس ياسر انه المنطقه الثانيه ستحتوي، يعني ما معنى هنا تطوير صناعه الجلود باي معنى؟ الحقيقه المنطقه الثانيه والثالثه ان شاء الله، المنطقه الثانيه هتستوعب الاكستنشن او الزيادات اللي مطلوبه للمصنعين علشان يطوروا الصناعات بتاعتهم ويكبروا مصانعهم بشكل اكبر، وكمان اضافه الصناعات التكميليه اللي كانت بنستورد كلها بنستوردها من الخارج علشان نقدر نسيطر شويه على الواردات لمصر باذن الله ونزود الصادرات. المتوقع الحقيقه ان مجرى العيون كانت بتصدر بحوالي 180 ل 200 مليون دولار في السنه. المتوقع ان المرحله الاولى السنه الجايه ان شاء الله بنتكلم في 600 مليون دولار باذن الله. نعم. اما المرحله الثالثه اللي بنستهدفها في وزاره التجاره والصناعه الحقيقه وموضوعها في الاستراتيجيه الرئيسيه لوزاره التجاره والصناعه، هي ان احنا بنعمل الصناعات النهائيه في صناعه الجلود علشان نعمل الادنج فاليو اللي مطلوب لصناعه الجلود، ونوقف خالص تصدير الجلود خلال 3 أو 4 سنين الجايين، ونصدر منتجات متكاملة إن شاء الله. عظيم. أنا بشكرك مهندس ياسر مغربي، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات القومية، كنت معنا على الهاتف طبعا. وأيضا على الهاتف من الناحية الأخرى المهندس محمود سرج، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات. أهلا بك مهندس محمود. كما قال مستشار ياسر أنه 85% تم نقله من المصانع، إلى أي مدى الجاهزية موجودة يعني بالمرافق بكل ما يحتاج هذا المصنع أو هذه المدبغة موجود بالفعل في الروبيكي؟ هو حضرتك طبعا موجود، كل المرافق موجودة، في بعض التعديلات يعني موجود، لكن كل حاجة جاهزة للتشغيل الكامل 100%. يعني احنا عندنا في المصنع بتاعنا احنا شغالين بكامل الطاقة الانتاجية وازيد من الطاقة الانتاجية اللي كانت موجودة في مجرى العيون. عظيم. أيضا تحدثنا عن الأرقام المستهدفة للتصدير، أنا أريد الرقم الفعلي الموجود الآن، مدينة الروبيكي بتصدر بأي رقم؟ لا، هي مدينة الروبيكي لسه هتبدأ تصدر. أها. يعني إحنا كانت حجم الصادرات بتاع قطاع الدباغة خلال 2016 كنا تقريبا 110 مليون دولار، وهي تقريبا نفس النسبة اللي هتكون في 2017. أنا أعتقد إن شاء الله خلال 2018 بعد بداية الإنتاج في الروبيكي هتزيد النسبة بكثير قوي يعني عن الكلام ده. نعم. النقل يعني طرق النقل أو وسائل النقل متوفرة بشكل يعني متاح بسهولة باشمهندس محمود؟ النقل بالنسبة للعمال؟ أها. نعم. هو طب هيئة النقل العام وفرت 3 أتوبيسات، وإحنا النهاردة طلبنا من معالي الوزير في زيارته النهاردة للروبيكي إن 3 أتوبيسات دي مش كفاية.
لان اقل مصنع النهارده فيه حوالي 150 عامل او حاجه. فهو قال ان هو هيدرس لنا الموضوع دوت. فهي بس زائد طبعا ان خلال الفتره القادمه هيتوفر المساكن بالنسبه للعمال في جوار المدينة مباشرة. طيب أخيرا مهندس محمود سريعا، عدد المصانع العاملة بالفعل يعني هل هي 24 أم أكثر أم أقل؟ العاملة بالفعل ممكن تكون في الحدود دي، أنا يعني مش حاضرها كلها، ولكن أعتقد أن خلال الفترة القادمة يعني خلال الشهرين القادمين هيتعدوا 60 لل 65 مصنع يكونوا شغالين فعليا. نعم نعم، أنا بشكرك مهندس محمود سرج عضو مجلس إدارة غرف دباغة الجلود باتحاد الصناعات، شكرا لك. كشف رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء طارق جمال الدين أن ثلاثة تحالفات دولية تتنافس لتنفيذ مشروع الخط الخامس للمترو بطول 24 كيلو مترا و17 محطة، لافتا إلى أن التحالفات أحدها كوري والآخر إيطالي والثالث صيني، وأن الأولوية خلال المفاوضات ستكون للعرض المتضمن تمويلا حكوميا في صورة قرض ميسر بجانب الأقل تكلفة. وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن الهيئة في انتظار تلقي عروض رسمية من التحالفات الثلاثة، مشيرا إلى أن الهيئة انتهت من إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية الأولية لهذا المشروع. وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق أنه سيتم ربط الخط الخامس مع خطوط المترو كافة بالقاهرة الكبرى. لازلنا معكم في هذه الساعة الاقتصادية، ولكن بعد الفاصل لنتابع. تسليم الدفعة الثانية من دار مصر للإسكان المتوسط. تراجع المساحة المستهدفة زراعتها بالقمح إلى 3,025,000 فدان. أهلا بكم من جديد. قالت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إنها قامت باتخاذ إجراءات جديدة من شأنها الحفاظ على مصداقية شهادات المنشأ التي تصدرها الهيئة باعتبارها أحد مستندات التصدير. وأضافت أنه عند شراء شهادات المنشأ من أي فرع من فروعها يجب أن يتم ذلك بناء على وحدة البيع للشهادات، وهي دفتر للاتفاقيات التجارية المختلفة منها جامعة الدول العربية والشراكة الأوروبية والاتفاق الثنائي. وأشارت أيضا الهيئة إلى أنه لابد أيضا عند شراء شهادات المنشأ أن يتم تقديم طلب الشركة المصدرة وعلى ورقة من مطبوعاتها ومصدق عليه بصحة التوقيع من البنك على توقيع المدير المسؤول. مهندس إسماعيل جابر معنا على الهاتف، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. أهلا بك مهندس إسماعيل، يبدو أنه في يعني حدث شيء ما جعلكم تأخذون أو تتخذون إجراءات جديدة، ما الذي حدث بداية فيما يخص شهادة المنشأ أو المنشأ؟ أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين والمستمعين. بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي وشرحتي ان الآلية اللي احنا اقترحناها كان لها اسباب. من هذه الاسباب ان شهادة المنشأ اساسا شهادة ذات قيمة، يعني الجهة المصدرة بتستفيد من قيمة او من افضلية في التصدير بمنحها للمصدر في دولة الاتفاقيات. بمعنى ان هذه الشهادة تم اقرارها ما بين دول الاتفاقيات زي ما حضرتك تفضلتي، وبالتالي المصدر الذي يقدم هذه الشهادة الى البلد المستورد اللي هو مصدر اليه بالزبط. بيحصل على افضلية، اصبح بقيمة هذه الشهادة ذات قيمة. طيب ايه اللي حصل في الفترة او الاونة الاخيرة؟ تلاحظ ان كثير من الدول بتبعت التحقق من هذه الشهادات لعدم مصداقيتها او لانها متشككة في مصدرها او في اسلوب وشكلها العام او في عدم احتوائها على حقول معينة، وبالتالي زادت هذه العملية في التحقق من هذه الدول. بالإضافة إلى كده تم اكتشاف حالات غير قليلة من
التزوير لهذه الشهادات وحصول بعض الناس على مزايا تفضيلية دون وجهة، وده ممكن يعني عندنا حالات كتيرة منها. وبالتالي تم وضع ضوابط ان اي شركة تحتاج انها تصدر بطبقا لدول الاتفاقيات المعنية بتحصل على دفتر، هذا الدفتر مرقم سيتم تسجيله بأرقام مسلسلة لهذه الشركة. لما هذه الشركة تتقدم لإرسال رسالة، تصدر رسالة إلى دولة ما، يجب أن تقدم من ضمن مستنداتها زي ما بتخرج فاتورة وباكنج ليست وكل الوثائق، تستصدر أيضا شهادة المنشأ من هذه الشركة نفسها. أما أنها تسيبها إلى مستخلص أو إلى أصحاب ليسوا أصحاب شأن أنهم يتولوا هذا العمل، ده بيؤدي إلى تسرب هذه الشهادات والوقوع في اشتباه بالتزوير أو عدم المصداقية ما بيننا وبين الدول وبيننا وبين الشركات نفسها، اللي في شركات نفسها تضررت من هذا العمل أن استغل أسمائها، لأن الورق ده يعتبر بيردوا لأي أشخاص غير مأمونين، وبالتالي ممكن انه يصدر باسم هذه الشركة ويحصل على هذه الأفضلية. وبالتالي عزيز. هذا النظام هذا النظام هيحقق ان شاء الله ان مجتمع المصدرين هيبقى متأكد الرسائل اللي هو بيصدرها بأرقام مسلسلة من شهادة المنشأ، ويحصل بالتأكيد على الميزة التفضيلية المطلوبة من هذا البلد. نعم، وضحت الصورة. طبعا بشكرك شكرا جزيلا المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كنت معنا عبر الهاتف. حالة من الانتعاش السياحي تشهدها المناطق السياحية مقارنة بالفترة السابقة استعدادا لاحتفالات رأس العام، حيث ارتفعت نسبة الإشغال السياحي بعدد من القرى والفنادق والمنتجعات السياحية ل 23% بعدما وصلت إلى 12% خلال الفترة السابقة. وتوقع مستثمرو السياحة زيادة نسبة الإقبال خلال الفترة المقبلة تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة. معنا على الهواء بالصوت والصورة الأستاذ إلهامي الزيات الرئيس والسابق للاتحاد المصري للغرف السياحية. أهلا بك أستاذ إلهامي. يعني هل بالفعل موسم أعياد السنة الجديدة والكريسماس زود من عدد الإشغالات أو الحجوزات؟ الحقيقة هو زود طبعا بالنسبة للعام الماضي بالنسبة ل 2016 وزيادة لا بأس بها، ولكن غير كافية، لكن في زيادة طبعا، لأن جرى العرف أن في الفترة دي الناس بتقبل على القدوم إلى مصر، وخاصة من بعض الدول العربية زي الأردن ولبنان والسعودية، دول بيجوا في هذه الفترة إلى مصر. نعم، طيب حضرتك ذكرت بأنه أما بالنسبة لل اتفضل يا فندم أكمل اتفضل. أنا بقول ده بالنسبة للقاهرة والأقصر وأسوان، وبعدين المصريين ابتدوا الحقيقة يروحوا الأقصر وأسوان، بيستغلوا تذكرة الطيارة، لكن في الآخر بيروحوا الأقصر وأسوان، ودي حاجة يعني كويسة، لأن أولا بتسمح لهم أنهم يشوفوا آثار مصر، وفي نفس الوقت بيستمتعوا بجو ظريف جدا. بالنسبة للسياحة إلى الشواطئ اللي هي خاصة الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، هنلاقي ان اكبر زياده نسبيا هي في مرسى علم، تليها الغردقه، واضعف زياده هي شرم الشيخ. عظيم. طيب هنا ذكرت ايضا معلومه بان المصريين بيفضلوا الذهاب الى اسوان او يعني الى الصعيد، افهم من ذلك ان هذا الرقم يعني هو سياحه داخليه ام انه سياحه من الخارج هي التي زادت نسبه الحجوزات؟ حسب بقى هنبص لها من ناحية نسبة الإشغال في الفندق أم نسبة الأعداد اللي هتكون موجودة هناك. لو نسبة الإشغال في الفندق فهي دي بتاخد المصريين مع الأجانب، لأن ما بيفرقش، بيبقى عنده نسبة إشغال معينة بتزيد. لو التانية بقى لازم نفوت فيها في الجنسيات وندرس كل جنسية جابت إيه، فيعني هنبص دي نلاقيها أكتر باينة مثلا في حتة زي مرسى علم. نعم. مرسى علم هنلاقي ان الايطاليين السنه دي ابتدوا يجوا ويرجعوا، لان كانوا فتره ممتنعين عن مصر، فدي نعم حاجه صحيح. كويسه، مؤشر جيد. الالمان ابتدوا يزيدوا، لكن الانجليز عندنا مشكله ما زال معاهم، لانهم حاطين
قيود على السفر إلى شرم الشيخ، وبالتالي بتقلل من السفر إلى مصر عامة. عظيم. طيب رقم يعني بيقول ان نسبة الاشغالات في القاهرة بتصل الى في اوقات الى 90% او 100%، هناك في شرم الشيخ او في المناطق التي تقول بانها غير كافية. استاذ الهامي، يعني كم ارقام نريد ان نسمع ارقام؟ الحقيقة طبعا انا ما اعرفش الارقام، لا للأسف ما لكن اللي عارفينه ان ارجو ان ما يكونوش بيقارنوا نسبة الاشغال بالغرف المفتوحة، ودي مهمة قوي، لان احنا عارفين ان 40% من فنادق شرم والغردقة مقفولين، فلازم اما نقارن عشان تبقى المقارنة صحيحة تكون معمولة على اساس جميع الغرف. يعني انا لما اقول النهاردة نسبة الاشغال في الغردقة 80% على الفنادق المفتوحة هتطلع 40% على جميع الفنادق، فعشان كده لازم ناخد بالنا. لكن بالنسبة للصعيد مصر الوضع مختلف شوية بالنسبة للفنادق السبتة، فنادق السبتة اللي هي الفنادق يعني، أما بالنسبة للفنادق العايمة برضو ففي إشكالية كبيرة، إن احنا عندنا 261 فندق عايم اللي شغال منهم 50، فلما أقول نسبة الإشغال في 50 70% تعتبر 5 أو 10% بالنسبة لجميع الفنادق العامة. نعم. أيوة. صحيح. طيب بتتوقعون ماذا في 2018؟ طبعا ونحن بنتحدث عن يعني الطيران الروسي أو السياحة الروسية وعموما، يعني أنتم ماذا تتوقعون وتتنبؤون؟ هو الحقيقة طبعا تدريجيا في تحسن، في تحسن، لأن صورة مصر في الخارج بتتحسن، بتتحسن بسبب عوامل كثيرة، يمكن سفريات فخامة الرئيس بتأثر كتير قوي 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 بصورة إيجابية على السياحة، مردودها كويس لأن الدول بتبتدي تثق فينا. الوضع تماما غير الوضع سنة 15 غير 16، يعني احنا شايفين ان في تحسن جامد. في حاجات تانية كتيرة، يعني اقول لحضرتك مثلا لاعب الكرة المصري اللي بيلعب في انجلترا عامل الناس بتقول مصر، ودي برضو دعاية غير مباشرة. ففي حاجات كتيرة بتساعد على تحسن الصورة في الخارج، وانا بتمنى بقى ان احنا نظهر، يعني احنا شفنا يمكن امبارح زيارات الرئيس للانفاق اللي تحت، ايوه للانفاق والطرق، انا عاوز الكلام ده يظهر في الخارج، ده يظهر في الخارج يوري ان احنا بننتقل نقلة حضارية كبيرة، وده كافي يعني، حتى لو في اذاعات معادية او الى اخره، انما لما اوري ان احنا في هذا الوقت بنعمل حاجات كبيرة، فده اكيد اكيد هيأثر على السياحة بالايجاب. عظيم. انتم من ناحيتكم، يعني حضرتك ذكرت جهات عديدة قامت بما عليها يعني من مسؤوليات، انتم كيف تروجون او تفعلون برامج تسويقية سياحية معينة استاذ الهامي؟ الحقيقة احنا يعني عاوز احط برضو الحاجة في مكانها، احنا بنعمل ترويج، اما التسويق فده فن مفتقر في مصر، ما بنقومش بيه مظبوط، لان لما نيجي نقول تسويق، كلمة تسويق تشمل حاجات كتيرة قوي، دي ما بتتعملش خالص، يعني لازم احدد قابلية مقصد معين انه يديني سائح في مقاصد. احنا متهيألنا مثلا زي ناخد الصين مثلا، الصين تعدادها 1,300,000,000، لكن هل انا اولوية بالنسبة للسائح الصيني انه يجي لمصر؟ قطعا لا. فهتزيد الاعداد بس هتزيد بنسبة بسيطة، الاولوية بالنسبة له انه يزور باريس او لندن او حاجة تانية، وبعدين بعد 10 سنين هيبتدي يفكر يجي مصر. سريعا استاذ الهامي، يعني انه سريعا يعني كيف يكون هناك برامج سياحية ولكن لا يتم تسويقها؟ طب يعني ما جدوى هذه البرامج يعني سريعا لو سمحت؟ لا البرامج موجودة يا فندم، وتروج في الأماكن اللي فيها احتمال إن يجي سائح، ده اللي بنعمله فعلا، عشان كده بقول احنا لا في نجاح. طبعا القطاع الخاص قام بمجهود كبير جدا، المستثمرين في شرم والغردقة عاملين مجهود كبير جدا جدا جدا، ويمكن هم اللي خلوا السياحة من ألمانيا تعود إلى مصر بهذه الطفرة الكبيرة، يعني بتسوقوا في أماكن معينة؟ طبعا.
نعم. طبعا عشان على قد الفلوس اللي نصرفها لازم نكسب منها. نعم انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ الهام الزيات الرئيس السابق للاتحاد المصري للغرف السياحية شكرا لك. يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة الثلاثاء المقبل تسليم الدفعة الثانية من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمنطقتي الأندلس والقرنفل بالمدينة للفائزين بها. وقال وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي إنه سيتم تسليم 6 عمارات بمنطقة الأندلس و8 عمارات بمنطقة القرنفل، كما سيتم تسليم الوحدة السكنية بعد سداد كل المستحقات المالية على الوحدة، وكذلك تسليم خطاب لجهاز المدينة يفيد بسداد كل المستحقات المطلوبة. قال المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور حامد عبد الدايم إن مساحة الأراضي التي تستهدف الحكومة زراعتها بالقمح الموسم الحالي انخفضت إلى 3,025,000 فدان مقارنة مع الهدف السابق للحكومة البالغ 3,500,000 فدان. وعادة ما يبدأ موسم الحصاد في أبريل ويستمر حتى يوليو، وتجرى حاليا عمليات زراعة القمح في المحافظات. وفي موسم الحصاد الأخير اشترت الحكومة نحو 3,400,000 طن من القمح من المزارعين، وقالت الحكومة إنها تنوي شراء نحو 7,000,000 طن من القمح من الخارج لتعويض النقص خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو. فاصل قصير قبل أن نعود لنتابع بعده. الكهرباء تبدأ تنفيذ أول مشروع ريادي في المنطقة لتركيب 250,000 عداد ذكي. أهلا بكم من جديد. بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ أول مشروع ريادي في المنطقة بأكملها لتركيب 250,000 عداد ذكي في نطاق 6 شركات توزيع على مستوى الجمهورية. وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إن المرحلة التجريبية من المشروع تستمر لمدة 1 سنة وتنتهي بنهاية 2018، ويهدف المشروع إلى تحقيق العديد من الفوائد للمشتركين، ومن أهمها تحديد الاستهلاك الفعلي بدون زيادة أو نقصان، وكذلك ضمان انتظام عملية قراءة العدادات، بالإضافة إلى التحكم في الاستهلاك وتقليل قيمة فاتورة الكهرباء، والتخلص التدريجي من زيارات القراء والمحصلين. معنا على الهاتف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء. أهلا بك دكتور أيمن، يعني هل بالفعل هذا المشروع هو أول مشروع في منطقة الشرق الأوسط؟ بالفعل تحقيقة لحضرتك فهني في حياتي مشاهدين الكرام، هو أول مشروع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودوت بداية 250,000 عداد. إن شاء الله بعد المرحلة التجريبية بعد تقييمها إن شاء الله من يعني المخطط إن احنا نستبدل يعني في خلال 10 سنوات حوالي 40,000,000 عداد بإذن الله إن شاء الله. نعم، حضرتك ذكرت بأنه فترة تجريبية، يعني ماذا تجربون في هذه السنة؟ طبعا احنا طبعا في كذا تحالف داخل في الموضوع، لان العدد طبعا كبير ومناطق متسعه على مستوى الجمهوريه. طبعا بنقيم الشركات الملتحقه في الموضوع، وكمان في نفس الوقت بنقيم التجربه نفسها عشان نرفع مستوى الاداء. احنا يهمنا دايما الوصول بمستوى الخدمه الأعلى مستويات تقارن المستويات العالمية بإذن الله. نعم، لكن دعني أسألك أيضا مرة أخرى دكتور أيمن، يعني العدادات الذكية غير موجودة في أي دولة من دول الوطن العربي أو الشرق الأوسط أو الخليج؟ مظبوط يا فندم، مظبوط. هو في مشاريع في كثير من الدول يعني مزمع إقامتها إن شاء الله، لما يعني مصر الحمد لله يعني ان شاء الله يعني نسال الله التوفيق في هذه التجربه. عظيم. وطبعا هي الهدف اللي حضرتك اشرتي، هي الهدف الاساسي برضو هو الوصول الى رضا العميل ورفع مستويات الخدمه، وكمان في نفس الوقت على الجانب الاخر في برضو مصلحه لشركات الكهرباء، علشان بتقلل طبعا الفقد الموجود، ممكن نرصد اماكن السرقات تيار كهربي بالظبط والتحكم فيها،
يعني كمان رفع معدلات كفاءة الطاقة، دي شيء مهم جدا. كمان تحديد العطل اللي موجود في أي مكان وسرعة الحل بتاعه، يعني طبعا ديت كمان ده يعتبر خطوة أولى في ما نسعى إليه إن شاء الله في الشبكة الذكية. إن شاء الله ديت هتساهم كتير جدا في رفع مستوى الخدمة بإذن الله. طيب تفاصيل هذا الإجراء، يعني هل المواطن هو الذي سيذهب إلى شركة الكهرباء للإتيان بمثل هذا العداد الذكي، أم أنتم ستحضرون من سيتحمل تكاليف التركيب حتى ثمنه، يعني هل سيكون ميسر مثلا على قرض معين؟ لا أعلم. عظيم. هو بداية طبعا التجربة أو المرحلة التجريبية زي ما حضرتك اشرت هي في نطاق 6 شركات بمناطق معينه، يعني في شمال القاهره في منطقتي العبور ومدينه نصر، في جنوب القاهره في 6 اكتوبر الشيخ زايد، اسكندريه بفسط الاسكندريه وبرج العرب، في القناه العاشم رمضان، جنوب الدلتا في طنطا، مصر الوسطى في المنيا واسيوط. طبعا في كل شركه من الشركات في تحالف، لان طبعا دي بيخش فيها عدالة ذكيه ومراكز تحكم. طبعا الهدف من الموضوع برضو ان احنا اول حاجه مفيش تكلفه اضافيه على المواطن في المرحله اللي احنا فيها. بيتم تركيب العداد اللي هو السمارت او العداد الذكي بجوار العداد القديم، ويعني بندي فكره مبسطه للمواطن نفسه اللي هو واقع في المنطقه اللي هي المزمع بدايه المرحله التجريبيه فيها، على ان يتم بعد كده ان شاء الله تدريجيا تحديد بقى يعني التوسع من منطقه لمنطقه. نعم. لكن احنا دايما في اي خطه احنا دايما بنبدا بمرحله تجريبيه علشان نقدر نقيمها عشان نرفع المستوى الاداء. يعني بشكرك دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي لوزاره الكهرباء، شكرا لك. أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن إطلاق مشروع رواد 2030 الخميس المقبل، والذي يتضمن توقيع بروتوكول تعاون بين المشروع وجامعة كامبريدج لتنفيذ الماجستير المهني لريادة الأعمال. وأضافت السعيد أن المشروع يستهدف النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. من جانبها قالت مديرة مشروع رواد 2030 الدكتورة غادة خليل إنه سيتم تقديم منهج دراسي خاص بريادة الأعمال لخلق جيل جديد من رواد الأعمال. على الهاتف معنا الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030، لو تطلعين على تفاصيل أكثر وما هو المنهج الدراسي الخاص به دكتورة. مساء الخير أولا على ضيوف براتكم، ومساء الخير على البرنامج. هو الحقيقة يعني هذه المرة نحن نتحدث عن منظومة مكتملة بفكر ريادة الأعمال في مصر. المنهج هو طبعا المشروع بأكمله يعني الخاص بريادة الأعمال موجه إلى طلبة الجامعات وأيضا إلى طلبة المدارس، وخصوصا طلبة المدارس التعليم الفني. فتم التنسيق مع الجهات التي تعمل في نفس المجال، ونحن نقوم الآن بإيجاد وتطوير منهج دراسي لريادة الأعمال بحيث يعني يتم تدريسه في المدارس خاصة مدارس التعليم الفني، بحيث نقوم الآن أو نقوم بهذه المنظومة خلق منظومة مكتملة. الطالب يدخل خلال المدرسة يتعلم ما هي ريادة الأعمال، ما دور هذا المجال في النهوض بالاقتصاد في مصر وتطوير الكثير من الأمور التي نحتاجها في المرحلة القادمة. وبعد ذلك عندما يتم تسليم أو الدراسة، طلبة الجامعات أيضا لديهم برنامج كبير وهو سوف يطلق أيضا يوم الخميس القادم، ماجستير لريادة الأعمال يتم تنفيذه أو سوف يتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة كامبريدج في بريطانيا. لحتى سيتم اختيار عدد من الشباب لدراسة ماجستير مهني في ريادة الأعمال. هنا الانتقاء يعني أصلا من البداية للدخول في هذا المشروع، يعني كيف بيتم؟ طبعا هو بيتم يعني بمعايير دقيقة جدا. نحن نستخدم فعلا شباب مبتكر، شباب قادر على إحداث تغيير في مصر القادمة، في قادر على خدمة أهداف استراتيجية مصر المستدامة 2030. الدولة الآن لديها رؤية واضحة، ويعني المفترض أن كل المشاريع التي توجد في من خلال الحكومة الآن هدفها خدمة هذه
هذه الرؤية. يتوجب علينا جميعا أن نجتهد ونتعاون حتى نصل بمصرنا إلى بر الأمان. لذا المعايير معايير منتقاة جدا، سيتم الاختيار عن طريقها، ولكن هناك شيء يعني هام جدا، أنه أي مصري حامل الجنسية المصرية يتراوح سنه بين 22 و 40 عام من حقه التقديم على الجنسية. أنا بشكرك، وقتي انتهى. الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030، أنا بشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام على هذا اللقاء وهذه المتابعة، وألقاكم بعد أجازة طويلة. إلى اللقاء.